اذا في حظر انا بدي اسكر المحل واسحب حالي واروح فعليا، يعني ما بتحمل حظر ولا ساعه. يعني احنا الساعه اللي بنداومها للساعه 11 بالليل، يعني يا دوب اصلا موفي معنا فعليا. انا قاعد بداوم من الساعه 6 الصبح للساعه 11 بالليل مشان توفي معنا. اما حظر جديد، حظر يوم الجمعه، حظر للساعه 9، ابدا ما بتحمل ابدا ابدا. لا طبعا، لانه اصلا اول كان حظر ما تحملناش، وهسه كمان تصير حظر راح نشطب راح نسكر محلاتنا. والله انا بشتغل اعمال مياوم، اليوم بشتغل فيه باكل فيه، اذا صار حظر يومين ثلاثه بموت من الجوع. لحد الان انا والله العظيم مكسور علي اجار دار، والوضع مأساوي على عمال المياوم، ونازلين بنستنى انه يصرفوا لنا الرواتب الشهريه. لحد الان ما في اي نتيجه، يعني الحظر بأثر اكثر شيء على عامل المياوم. الموظف البنك ولا موظف الى اخر، هذا مش فارق عنده راتبه ماشي، لو عمل حظر سنه سنتين مش فارق عنده الراتب شغال. اما اللي زينا احنا شو بدنا نسوي؟ عندنا اطفال، ما حدا بيجي بيقول لك بدارك ولا قوت طعمي ابنك. والله الاطفال اقسم بالله في بيوت انه ما عندهم خبز، مش قادرين يطعموا اولادهم، العبيد بتعيط عليها. بداية احنا لغاية الان منعاني من الحظر الشامل اللي كان بشهر اذار ونيسان من العام الماضي 2020، ومنعاني من حظر ايام الجمعة والسبت اللي كانت بشهر 9 و10 و11 و12. فهذا التلويح والتهديد المبطن والغير مبطن انه ممكن نرجع الحظر، هذا مرفوض. احنا كقطاع خاص تحملنا ويلات ولغاية الان نتحمل، وبدنا كمان 24 شهر لنرجع ننطلق للحياة الطبيعية بالبلد، شل الاقتصاد، غير الاضرار الشخصية والمعنوية والنفسية للشعب الاردني اللي صارت. الحكومة هي اكتر جهة خسرت وراح تخسر اذا فرض حظر شامل. والله بصراحة ما بتحمل، يعني لو حكيت لي على أيام زمان، يعني قبل 10 سنين 8 سنين كان الوضع بتحمل لو بصير حظر، بس بالأوضاع هاي حتى يعني قبل الحظر الوضع ما بتحمل. ولا سمح الله نرجع للضربة الأولى كمان، والله برضو صعبة. يعني في محلات عندهم موظفين وعندهم كذا، ويعني صعبة صعبة والله. لا ما بتوقع أنه نتحمل والله. إذا صار حظر طبعا ما بنتحمل، إحنا يوم واحد، إحنا يوم الجمعة مثلا إذا بيعملوا حظر ما بنتحمله قاعدين. كيف بالك إذا عملوا حظر مثلا أسبوع أو أسبوعين أو أكثر؟ ما بنتحمل طبعا، ما بنتحمل، يعني الوضع ما بتحمل نهائيا، لأنه صار الواحد يدوب قاعد بجيب لقمته يوم بيوم. اول شيء بكلمتين لحكي لك اياها، ما بيتحمل لا صاحب المحل ولا الموظف. ان كان صاحب المحل بده يتحمل عم يحملنا العبء لنا كمان، يعني عم تروح العبء على الموظف. لا صاحب المحل بيتحمل ولا الموظف بيتحمل من النهائي، يعني لا شامل ولا جزء من الحظر، انتهت يعني خلص. والله في الحقيقه يعني الوضع لا يحتمل، يعني بعد شهر 3 الوضع شفنا كيف. احنا صرنا حاليا تقريبا سنه، واكيد يعني كاصحاب مصالح هذا كله اثر علينا، لانه احنا لما يصير في حظر شامل او جزئي الأجار بيظلوا موجود، ما بصير في عليه خصم. فبالتالي إحنا هاي الأجارات والتكاليف التشغيلية كلها المتراكمة علينا صارت حاليا صار في تراكم حوالي سنة. فهذا كله يعني بيؤدي إنه الوضع حاليا لا يحتمل لا حظر جزئي أو شامل. أكيد المنشآت ما بتتحمل حاليا لا حظر شامل ولا حظر جزئي، باعتبار إنه الحكومة جربت قبل هيك الحظر الشامل والحظر الجزئي كمان. اقتصاديا الكل تأثر، المنشآت والحياة العامة تأثرت. هسه بعد التجربة اللي جربتها الحكومة، المفروض حاليا انه ما يرجعوا للتجربة القديمة، لازم يكون في اجراءات ثانية، اجراءات بشكل ما تعيق الحياة الاقتصادية نحكي.